بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية اقرأها أخي الحبيب، بل احفظها وكررها. عندما تشعر باليأس، تشعر بالوهن، تشعر بالضعف، تشعر بقلة الحيلة، عندما يضيق صدرك وتشعر أنك ضعيف ولكن الله قوي سبحانه وتعالى، استمد قوتك من هذه الآية الكريمة. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هناك شرط أخي الحبيب، شرط لتكون قويا: ولا تهنوا، أي ولا تضعفوا. إياك أن تشعر أنك ضعيف، لأنك تستمد قوتك من القوي سبحانه وتعالى. ولا تحزنوا، إياك أن تشعر بالحزن، لأن الحزن يقودك إلى اليأس، واليأس هو كفر. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى نصبح في درجة الأعلون؟ إن كنتم مؤمنين. إذن هذا هو الشرط الرئيسي الذي يجب أن نحققه، وهو شرط الإيمان. لذلك اقرأ هذه الآية أخي الفاضل، كررها، استمد منها القوة، كررها 7 مرات، وأنا على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيبعث في نفسك الأمل والقوة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.